بسم الله الرحمن الرحيم. الفضل العظيم لرحمة الأب بعياله. أزور هذا الحديث العظيم. هذا الحديث درس للأهل أو الآباء القاسية قلوبهم. في بعض الناس أو بعض الرجال تلاقي عنده قسوة على أولاده، يضرب أولاده ويزجر أولاده، يعني ليس عنده رحمة بأولاده. شوف فضل الرحمة قد إيه. هذا الحديث رواه الإمام ابن عساكر في كتابه تاريخ بغداد، ورواه أيضا الدلمي في الفردوس، ورواه ابن الجوزي في كتابه البر. من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالرجل يوم القيامة وما له من حسنة ترجى له بها الجنة، يعني ما عملش خير في حياته خالص، فيقول رب العالمين: أدخلوه الجنة إنه كان يرحم عياله. أدخلوه الجنة إنه كان يرحم عياله. مجرد ما له من حسنة ترجى له بها الجنة، ما عملش حسنات خالص في حياته. ده أوريكم إن فضل الرحمة، رحمة الأب بأولاده عظيم جدا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام عمره ما ضرب طفل أبدا. يعني البنت اللي الأمارة بأشياء ومعاصيته، أو لولا خوفي من الله لضربتها بالسواك أو لأوجعتها بالسواك. عارفين السواك؟ السواك اللي قد كده ده، يقول لولا خشيتي من الله سبحانه وتعالى لأوجعتها بالسواك، لضربتها بالسواك. هو السواك بيوجع أصلا؟ يعني حتى السواك ما استعملوش النبي صلى الله عليه وسلم في ضرب الأطفال. تعالوا شوفوا دلوقتي الأبهات بيعملوا إيه. أنا بيحضرني هنا قصة غريبة. واحد ميكانيكي ضرب ابنه، مش ضربه بس، علقه من رجليه في السقف. القصة دي سمعتها من واحد من أساتذة الأزهر، يعني كان أيام كنت بتعلم زي، فعلقه من رجليه لمدة يومين أو حاجة زي كده. الولد جاله غرغرينة في رجليه واتقطعت رجليه. بعد كده الراجل جاله اكتئاب، انا عارف ان هو السبب، وانتحر، رمى نفسه من الاكتئاب وانتحر. شوف القسوة بتعمل ايه. فإياك ان تكون قاسيا على اولادك، واعلم ان فضل الرحمة بالاولاد عظيم جدا يوم القيامة في الميزان. بدليل ان الراجل كانت وجبت له النار، معلوش حسنات خالص، ما عندوش حسنات خالص، بس كان رحيما باولاده فدخل الجنة. انا افتكر الحديث العظيم في الوصف، انسخه هذا الكلام وشو اقول قولي هذا، استغفر الله.